بلا تحشيش مع المخرج والمسرحي ميشيل جبر. أهلا وسهلا فيك. صباح الخير. صباح الخير. بلا تحشيش أول شيء العنوان هيك قوي شوي، عم نحكي عن مسرحية سبق وعرضتها بال 2011 وهلأ كمان اخترت أنه ترجع تعيدها. أي. ليه المخرج بيختار يعيد نفس العمل مرتين؟ ما قضيت أنه ديما نفس العمل مرتين لأنه بعض الأشي اللي عم تحكي عنها بعد مطروحة يعني، فلأن أنا عملتها بمسرح درامي بريت، هلا بدي اعملها بمسرح مترو المدينه وان مان شو، والمواضيع بعد يعني انا عم بحكي عن شخصيات نمطيه بالمجتمع اللبناني، كيف بتفكر كيف تتصرف، والشخصيات النمطيه ما تغيرت بعدها، وعم احكي عن البديل انه اللبناني بياخد ما بياخد خيارات ثابته، واذا اخذ خيارات ثابته ما بكون خيارات انه في شيء اساس وفي شيء سنوي، دائما عنده بدائل. هلا بناخذ تفاصيل اكثر عن العمل، خلينا نشوف مشاهد. ما اكلتن والسما زرع، ما اكلتن زلطتن زلط. من جمعه ما كانت تخليني ذوقن على اساس معي سكري، هلا بطل معي سكري؟ ها بطل معي سكري. عن مين عم تحكي؟ أنا عم أحكي إنه مرتي ديري عندها مدرسة موسيقية، وأنا دكتور عندي أربع خمس ألقاب، حطيت لي صورتي بالبهول تبعها مع ألقابي، دكتور بالفلسفة، دكتور بالسيكولوجي، دكتور بالأدب، ودكتور بالأونار بلاستيك استيتيك، وهي آخر وحدة بتعمل لي مشكلة كتير، لأنه أحيانا بيجوا ستات بيسألوني دكتور وحياتك كيف فينا نروح على الكلينيك تبعهم، قال لهم انا ما بعمل ثيرابي، انا نوع الاستيتيك تبع راسي، استيتيك يعني علم جمال يعني، فقال مش بقول انه بدك نفخ شوي بعقلاتك، مش بعقلاتك مش ولا بخدك ولا بشفافك يعني. بقى لقول لك بقى هون بهالمدرسه، هي عندها المدرسه الموسيقيه وانا هي مستبده بتحكمي فيي، انا عطيتني بعلم ساعتين مسرح واهتم بالتموين. بقى هونك مرة جبت لهم وبكسدر لها الكلب أكيد، هونك مرة جبت لهم طحين ليعملوا كريب، بقى عملوا كريب وكترت وثابت في شو اسمه؟ جوف؟ عيد بعدين بدهم يعني يحمضوا أو شيء، قلت له أنا أعطيهم للمعترين للفقراء، طلعت في هيك كلهم يا مقير. كلمة مخير بشرحها أنا، مخير جاي من كلمة قير، والقير هي زفت بزمانات مزرعتي شو كان في بيت الملاح يا زفت المخير. يعني قصدها هي ايه. ما قصدها شي تاني. لا ما رؤي، بالزمانات مزرعتي شو كان في بيت المخير وبيت الملاح، المخير كانوا يقيروا لهم الشخاتير للملاح. غيروا عائلتهم هلأ غيروا عائلتهم صاروا بمنعم وبمطر واللي شوعي، بقى بالمصري بتقلوا إيه زيك؟ بقول لك زي الزفت، وباللبناني بتقول له بالزمانات كانوا بجبل لبنان يلفزوا القاف، طارت القاف وصارت قاف، وصارت المخير من يلي فكركم منه، بس هي ما لها علاقه بهذيك الشغله، لا من قريب ولا من بعيد. ولا من بعيد، هيدي عائله معترف فيها لبنانيه يعني. اوكي يعني طيب هي مقير من القير. يعني بزفتوا الشخاتير ايه. لما يفوت عليهم المي. هي انا عائلتي هيك بتهتني بعائلتي، انه انا شو انا مقير يعني، بلاش اسود صحيح لابس اسود بس ماني مزفت القد يعني، لان نفسي. طيب خلينا نشوف مقطع تاني ونرجع بنعلق عليه. شو بدي اقول لها؟ انه هيدي علم جمال الى اخره، بس كون بقلبي عم اغلي غلي هيك، بدك شو بدك تنفخي؟ بدك نفخ دماغ او تنفيسي محل تاني؟ بولا اوكي عفاي. وما نسيت تحط بلاك عن بيت المقير وشرح مفصل لمعنى الكلمة وارتباطه بالتاريخ الفينيقي وصناعة السفن من خشب الأرز اللي كانوا يقيروها بيت المقير، وعشوي أدونيس وعشتروت رح يطلعوا من بيت المقير، وكيف انطلاقها بالسفن من 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 بيبلوس حامل الكلمة والحرف، وهيدا كله مش حبا في ولا إجلالا لمعارفي ولا تقديرا لشخص الكريم ولا حرصا على سلالة الفينيقية، عاملتني مدير ودير القصة كلها، وأنا بس محصورة مهمتي كسدر الكلب وأمن التموين للكافيتيريا. من جمعة طلبت البدة طحين
بدهم يعملوا كريب، عملوا كريب وكتروا، قعدوا بوجه هيك، شو بدك تعمل فيهم؟ تحطهم بالبراد؟ سأب أربعة أيام فرصة، عصبت وإيدها هيك هي، طلعت فيه وقلت لي كلهم يا مقير وخلصني منهم. إنه هي بس تكون معصبة بتهتني بعائلتي، إنه اسم مقير بشرفكم، بشو أنا مقير؟ طلعوا فيه صحيح لي بس أسود، بس ماني مزفت، شو أنا مقير؟ بشو؟ ما أكلتم؟ لا 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 لا، ما أكلتم؟ ما أكلتم؟ ما اكلتم ما اكلتم والسم خليك. وين المدام؟ طيب ويني ما شفناها على المسرح لحالك على المسرح. هي عم تهتك بعائلتك، هتا انت كمان بعائلتها. لا ما هي بعدين انه انا المعنى جرين كارد اللي بنروح على امريكا من هونيك اساس، بعدين بنيجي بصير معنا بنيجي من امريكا مغير اسمي، بصير اسمي هي اسمي انا ما فدعوس، بتغير لي ديس ماك كيري، يعني مش بعيد عن كاري انه يكون بيت مخير يعني. بقى دي اسمك كاري، وهي انه بصير اسمها كمان دي دي ماك كاري، وهي بس تعرف عن حالها ما بتعرف عن حالها اساسها لحديت هلا انه هي دي دي المخير، انه كيف شكل عايب عائلتها مش عائلة مخير كثير، بتعرف عن حالها بعد اسم عائلتها انه كلاس اكثر دي دي القاروط. بعرف صعبه مثلا دي دي قاروط المخير، لا هلا بعدين بس نصير نجي من امريكا نحن بصير اسمي ديس المخير، بصير فينا نحط البلاك اللي بحطوها اللي بيتجوزوا جديد هيك انه منزل، هلا بحط مثلا دي دي وديس مكري، انه بحط انه عاسس معه عاسس هي شريكه حياته، انه هذا البيت بيته بكونوا طارق البيضه وتقشرتها، بس انه بحط لها اسم على الباب انه هي شريكه حياته. بتنتقدوا لإله كمان مش بس اكيد اكيد مش لإله. طيب ليش لحالك على المسرح؟ ستاند اب هيدي اهون ما بتتعبك؟ كل شيء بتعب، بس انا بلاقي متعم بلا فيها متعلق. يعني هلا على مترو المدينه عرضين ستاند اب، انت ويحيى جابر كمان بالعمل الجديد. ايه ما بعرف اذا يحيى ستاند اب لوحده. اوكي طيب لما يكون في مسرحيه عم ترجع تنعاد بيتغير بالسيناريو بحسب الاجواء؟ اكيد في اشياء. اول شيء من وين جايب القصه؟ يعني شايف شيء نسوان هالقد متسلطه على؟ لا هي انتبهوا بدي ارجع اقول هي مش موجهه ضد النسوان، عم احكي عن نمط مثل ما بحكي عن لحام، في ما حد بحكي عن لحام، عم احكي عن مره مستبده، عم احكي عن رجل عنده دائما عايش بالبدائل وبالاخر بيوعى انه لا مش هيدي مش هي هالشيء، الحياه ما فيها تضلك كل الوقت بدائل ومساومات. بس كانك عم تحكي مع الجمهور، ما كانه عم تعمل ستاند اب كوميدي يعني. ايه اكيد كانه لاعب على شخصيتك انه تكون هي الشخصيه الضعيفه اللي عن جد مرته متسلطه عليه ومستبده وفارضه. ايه هلني مثلا محلات انه بيقولوا انه انا كاره النسوان، لا ماني كاره النسوان، هاي المسرحيه مستوحاه من مسرحيه من قصه صغيره لتشيكوف اسمها بلا تدخين، وهي هونيك قصة رجل كمان جاي ليعمل محاضرة عن التدخين وبصير يحكي عن مشاكله العائلية مع مرته، وبالاخر بكون جاي ببدلة عرس بيشلح بدلة عرس وبدعسها، بعدين بركها بحملها وبيحمل حلو بيرجع بيروح على الفوية فاميليال. انا لا عندي بالعكس بالاخر بصور انه انا ما ممكن بقى اعيش بالكذب كل الوقت، ضلني حياتي بالكذب، اذا مش راضي روح كلها بمساومات. هل اني بمحلات بقول انه لا انه فيها نوع من انه ايه بس انت في برايك في هيك نسوان؟ في نسوان هيك وفي غير رجال وفي رجال هيك، يعني انا وفي مثلا العكس كمان. ايه مثلا احيانا بيحكي عن الفيمينيست انه الفيمينيست اللي بنى مفهوم الفيمينيست المساواه بين الرجل والمراه، هو المساواه على الصعيد القانوني لازم يكون، هن بياخذوها في كثير ناس، انا بنتقد الناس النساء اللي بياخذوا المساواه على صعيد المسلك اليومي، انه مثلا بظهر ساعه البدي وبرجع ساعه البدي ولم الاولاد بسرح لوين ما بدي، واذا سالتها وين وين رايحه بتقول لك هذا الوقت لإلي انا حره فيه. طيب واذا وعيوا الاولاد؟ اذا وعيوا الاولاد احسبني عم اشتغل نيرس، اختي ما النيرس بس تتجوز بتغير وقت دوامها تتصير حد اولادها اذا وعيوا بالليل، هذا انه انا هون عم انتقد هيك نمط من النساء اللي بيفهموا الفيمينيزم غير شيء، ولما بتحز الحزه بترجع بتقول لك انت الرجال، يعني بترجع تلعب على ذكوريتك. مظبوط يعني هي عم تحارب ذكوريتك وبترجع تلعب على ذكوريتك بتقول لك انت الرجال، واذا قلت لها مخنوق
شو بتقلك؟ بتقلك اوف شو بتنق؟ واذا حطت معك بتصرف اكتر ما بتحط. كيف ما كان مش مخلص انه معنى. مش مخلص يعني هيدا نمط نساء، مش معناتك كل النساء مزبوط هيدا. فهمتي كيف؟ انه في انماط عم احكي مثل ما عم احكي عن نمط يعني. واحد راح يعمل طب لبناني مثلا، راح يعمل طب بايطاليا ما ناقشت معه اجا فتح ملحمي، إنه ما عملت له أزمة نفسية، اللي تفرق البديل. مزبوط. خلينا نذكر إنه العروض رح بتبلش بـ8 وتستمر كل نهار أربعة، يعني 15، 22، و29 على مترو المدينة. بلا تحشيش هو عنوان المسرحية اللي بنتمنى لك التوفيق فيها أستاذ ميشيل. مرسي. وبنشكر حضورك معنا، وإن شاء الله هيك أصداءك تكون حلوة بالمجتمع. أهلا وسهلا فيك. مرسي. رح ننتقل إلى تقرير، تحديدا إلى مدرسة البلمند يلي ودعت العام الدراسي بتخريج دفعة جديدة من الطلاب ليودعوا سنة بحفل تسلم الشهادات. تقرير. النور في الظلمة يضيء ونشر نور العقل وإيمان القلب هويتنا، هو الشعار يلي لطالما حملته ثانوية سيدة البلمند بشمال لبنان. احتفلت هالثانوية بتخريج طلاب صفوف الكيجي 2، واستهل الاحتفال بالنشيد الوطني اللبناني ثم الصلاة. نطلب لمحطتكم دوام الازدهار والتقدم، وهيدي اجواء ثانويه سيده البلمند، والايام برهنت انه ما في شيء بلش على هالتلي الا كبر وعطى، وكان اهم شهادات اهم رجالات عم تطلع من هالتلي هيدي. كان في تخرج الكي جي 2 طالعين على جريد 1، ابني بيناتهم، كانت الحفله كثير حلوه. ثانك يو بنقول للمعلمات وللمديره، وثانك يو للاولاد. عن جد تعبوا خلال السنه على معلمات، على حضرة المديرة أستاذ عطا، وإن شاء الله البلمند كل سنة بتزيد بعدد تلاميذها وعدد الموظفين فيها. Very very nice، كتير حلو. Thank you. كان كتير مشغول على الأولاد ومبينين أنه تعبانين عليهم، وعطيوا نتيجة حلوة، كان كتير حلو. ابن ابني جوزيف صوايا بجنن بجنن. تهنينا قلبنا كبير. اعتز بمدرسة البلمند وبمديرتها وبمعلماتها، لأنه بالفعل بيحبون مثل أولادهم. بشكركم كثير على حضوركم على جامعة البلمند. أنا اليوم جيت أحضر بنت خالتي، وكان كثير حلو المسرحية، ورقصوا وغنوا. حفل فقرات فنية للتلاميذ وأغاني شرقية وغربية، وتم عرض صور للخريجين، ثم تسلم التلاميذ شهادتهم. تخرجت ورقصت، انبسطنا ورقصنا كتير رقصات. رح يعجبكم انه نطلع جريد 1، رقصنا فنانة، اخذنا شهادة. شاطر شاطر و نسي لافي. ومن برنامجنا مبروك للكي جي 2 ولكل طلاب لبنان.